لكن في كل الأحوال بنقول هو شهر الخير وشهر الرحمة، ويا رب كلنا نستمتع بكل دقيقة وكل لحظة في هذا الشهر الكريم. في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة ورمضان كريم. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وكل مصر بخير، ورمضان مبارك على مصر وعلى المصريين يا رب يا دكتور. دكتور أحمد، طبعا حضرتك عارف العادات والتقاليد الاجتماعية المصرية، ويعني في بعض العادات عايزين نغيرها، عايزين تكون أحسن وأفضل وتناسب يعني المرحلة وتناسب ظروف كل أسرة. عايزين نحتفظ بعاداتنا الجميلة ان احنا ندعو بعضنا البعض عشان نفطر جماعة مع بعض، سواء الأهل الجيران الأصدقاء، ويبقى في عزومات ويبقى في موائد رحمن، ولكن يكون في برضو جانب اقتصادي يعني مناسب لكل أسرة مصرية. نتكلم في البداية على قانون حماية المستهلك يا دكتور، يعني عايزين نتكلم على هذا القانون الجديد اللي بيحمي المستهلك من جشع بعض التجار طبعا، لأن عندنا في مصر تجار يعني على أعلى درجة من الوعي ومن الثقافة ومن الضمير، ولكن للأسف في البعض منهم إلى حد ما في جشع وفي مغالاة في وضع الأسعار، خصوصا بيستغلوا شهر رمضان. وده بالتأكيد بيحصل، بس هو خلينا نقول في البداية إحنا مع العادات المصرية الأصيلة أكيد. اللي هي أن كلنا نعزم بعض وأن كلنا نتقابل ونزور بعض، ويبقى فيه كده يعني تلاحم، ده حتى مش بين المسلمين وبس، لا المسلمين ومسيحيين، صحيح. كلنا شعب واحد ووطن واحد، فدي هي دي روح رمضان يعني، صحيح. هو ده الجو صحيح. اللي احنا بنحبه في مصر، ومصر ليها خصوصية حتى أكتر من بقية الدول العربية في موضوع العزومات وأن كلنا نتقابل، ولكن في فرق ان احنا يبقى عندنا عاده جميله ان احنا نتجمع ونتقابل ونفطر مع بعض، او ان احنا يبقى عندنا اسراف وتبذير. صحيح. لان الاسلام في كل يعني بكل المعاني الشريعه الاسلاميه ضد الاسراف والتبذير. صحيح. اذا كان القران الكريم او اذا كانت السنه النبويه كلها ضد ان احنا نبقى مسرفين وضد ان احنا نبقى مبذرين. صحيح. فالمفروض ان ثقافه رمضان في الاسلام وثقافه الصيام في حد ذاته عشان المؤاخاه، عشان الغني يحس بالفقير، عشان صحيح. كلنا نتشارك نفس المشاعر. صحيح. فما ينفعش نبقى الصبح صايمين بنتشارك المشاعر دي ونيجي بعد الفطار نروح نهدر بقى اكل كتير بيترمي، ونهدر بقى ده ثروات قوميه يعني. انا عايز اقول لحضرتك الشهر ده قياسا في الاقتصاد بنستهلك فيه تقريبا 3 أضعاف معدلات المواد الغذائيه اللي احنا بنستهلكها في الشهور العاديه. صحيح. وده مش مقبول يعني، ده على غير الطبيعي يعني، لان احنا ما بناخدش الكميات دي فعليا يعني، المواطن ما بيستفيدش بيها، هو بياكل جزء معين والباقي ده بيترمي. فده اهدار للموارد. صحيح. اهدار لموارد المواطن في نفسه، واهدار لموارد الدوله، لان ما هو الدوله بتدعم السلع الغذائيه. فالمفروض ان احنا يبقى عندنا حكمه في التصرف في الموقف ده. صحيح. نعزم بعض ونعيش المشاعر الرمضانيه الجميله ونتبسط ونسعد، ولكن بدون اسراف او تبذير. صحيح. ده لوجه الله سبحانه وتعالى اولا، وعشان حياتنا تبقى كويسه يعني، عشان كلنا نقدر نعيش بشكل كويس، لان ده بيدفع التجار زي ما حضرتك قلتي كده الى الجشع. صحيح. يعني هو لما يلاقي عنده طلبات كتيره جدا يعمل ايه؟ يقوم يزود الاسعار. فده كلام ما يجيبش انه يكون، ودي ثقافات لازم تبدا تتغير، ولازم صحيح. نبدا ننظر لده. بس خليني اطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين على حاجه مهمه جدا. احنا عندنا قانون حماية المستهلك الجديد صدر رقم 181 لسنة 2018. طب اسمح لي لنا يا دكتور قبل ما نبدأ في الحديث عن هذا القانون بتفصيل اكتر، عايزين نقف عند العادات والتقاليد الاجتماعية والعزومات الجميلة اللي حضرتك اشرت اليها، ولكن عايزينها تكون بشكل يعني في اقتصاد اكتر وفي توفير اكتر. يعني نصيحة حضرتك ايه لكل المجتمع المصري كده، نصيحة اقتصادية اجتماعية جميلة، انه قيم العزومات ولكن ما يكونش فيها تبذير ولا اسراف، ان احنا يعني ما نحطش قدامنا اكتر من اللي احنا محتاجين نستهلكه يعني. هي الفكره مش واجهه اجتماعيه يعني، ايه مش لازم عشان اعزمك انا ابقى جايب حاجات كتير قوي، لا بالعكس، انا اجيب حاجات تكفيني وتكفي حضرتك، تكفي الناس الموجودين. صحيح. لان مش من المنطق ولا من الاسلام ولا من اداب الصيام حتى ان احنا بعد العزومه نرمي كميات ضخمه جدا من الاكل. صحيح. بقى ملفت جدا عفوا ان انا اروح مطاعم فلاقي، وخاصة المطاعم اللي بتعمل بوفيه مفتوح، تلاقي كاتبين لك يافطة ان حصل امبارح ان احنا رمينا 50 كيلو اكل، او ان احنا رمينا 100 كيلو اكل. حرام. من الباقي اللي الناس اخدته زيادة عن احتياجها من البوفيه وبعدين ما اكلهوش.
يعني ولا حتى في العزومة في البيت ولا حتى وأنا موجود في مطعم خارجي أنا أحاول أن أنا ما أجيبش أكتر من اللي أنا هستهلكه. ليه؟ عشان دي أداب الصيام ودي أداب الإسلام وعشان ده اللي بيحافظ على يعني الموضوع ليه مردود اقتصادي كبير جدا. تخيلي أنا النهاردة في وزارة التموين عندهم إحصائية بتقول إن استهلاك كميات المواد الغذائية اللي بنشتريه في رمضان 3 أضعاف اللي بنشتريه في الشهر العادي. صحيح. وده صحيح. استهلاك مش مقبول. لأن يعني أغلب السلع اللي إحنا بنستهلكها الدولة مدعماها بمبالغ ضخمة جدا. إذا صحيح. كانت الرز ولا السكر ولا الزيت دي سلع مدعمة. فما يجبش إن إحنا تبقى دي نظرتنا للأمور. المفروض إن إحنا نتعامل مع الموضوع بالروح الطيبة بتاعة الإسلام. صحيح. بالروح الجميلة. صحيح. اللي حضنا عليها الإسلام واللي بيدفعنا ليه عدم صحيح. الإسراف وعدم صحيح. التبذير. صحيح. هي دي البداية السليمة. صحيح. إنما إحنا معنا الناس تعزم بعض ومع أكيد طبعا يبقى أكيد. مشاعر رمضان وإن الزملاء في العمل يتجمعوا. خلي بال حضرتك الأحداث دي يعني بتوحد الناس مع بعض وبتجمعهم طبعاً. المناسبات الجميلة دي وتجمع الزملاء في العمل ده هيخلي فيه روح جميلة هيخلي طبعاً. فيه إنتاج أكتر وهيخلي العمل بشكل أحسن وأفضل يعني. فإحنا بنستنى رمضان عشان نتقابل وعشان نتجمع وعشان أعزمك وتعزميني ونشوف القرايب اللي ما بنشوفهمش. صحيح. بس كمان صحيح. لازم وإحنا بنعمل ده نعمله في إطار أداب الإسلام في إطار أكيد. الثقافة الرشيدة يعني. صحيح. لازم نبدأ نرشد من استهلاكنا. صحيح. والنصيحة اللي حضرتك قلتها دي لو طبقناها فعلا دي بالعكس دي هتزود العزومات يعني مش هتبقى العزومة ثقل أو عبء على البيت المصري. بالعكس احنا لما هنقول هنعمل حاجات بسيطة حاجات على قد عدد وما فيش مانع يبقى في حتى مشاركة يعني حتى المعزوم يجيب حاجة بسيطة معاه وصاحب البيت يعمل حاجة ويبقى الهدف من العزومة هو التجمع وليس هو كميات وأنواع. احنا برضو بدأنا نغير يعني تخيلي يعني. ان في الغرب عندهم حفلة كده اسمها ديش بارتي. ديش بارتي ده اللي هو احنا نبقى معزومين مع بعض بس كل واحد جايب طبق من عنده بالزبط. من بيته الفكرة ان احنا نتجمع مش مهم احنا بالزبط. عملنا اكل قد ايه ومش صحيح. مهم مين صحيح. اللي جاب ومش صحيح. مهم مين اللي عمله صحيح. على قد ما الموضوع ان احنا نتجمع مع بعض ونتوحد على فكرة واحدة في حدث واحد صحيح. فهو دي اهمية مشاعر رمضان يعني. هيبقى فيه تشجيع صحيح ويا رب دايما يعني يبقى فيه كده نشر من روح المحبة والألفة والود والسلام والخير بين كل افراد المجتمع المصري إن شاء الله. طيب ننتقل بقى لنقطة مهمة قانون حماية المستهلك بقى يا دكتور عايزين نفهمه كده مع حضرتك بشكل بسيط نفهم اهم بنود هذا القانون بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للتاجر برضو لان احنا زي ما بنقول فيه جشع للتجار لا بنقول فيه برضو تجار عندهم امانة وعندهم شرف وبيضعوا فعلا سعر السلعة المناسب هامش ربح بسيط جدا فبرضو لازم هو هنا يبقى فاهم القانون ده ايه اكيد طبعا هو القانون الجديد استحدث مجموعه من الضمانات شوفي حضرتك القانون بيحمي الانسان الشريف سيانة اذا كان صحيح الشريف ده صحيح. تاجر او الشريف ده مستهلك صحيح. هي دي فكره اي نظريه او اي قاعده قانونيه القانون السنه دي بيكافح حاجه كانت بتحصل كان التاجر يشتري مثلا المنتج قبل رمضان بسعر تمام. معين تمام. يجي على الموسم زي موسم رمضان ده تلاقيه راح مغلي ثمن المنتج عشان عارف ان في اقبال عليه ايوه صحيح فالقانون بيكافح الحالة دي ازاي ان الاول مرة يبقى القانون المصري بيفرض وضع سعر معين على المنتج وهو طالع من المصنع بتاعه يعني النهاردة المصنع اللي بيعمل رز لازم يبقى كاتب سعر كيلو الرز ده على الرز التاجر طالما اشتراه بالسعر ده ما يقدرش يبيعهولك باكتر من السعر اللي مكتوب عليه زيه زي السكر زي السمنة زي الزيت اسمح لي حضرتك هذا السعر هيكون مضاف إليه هامش الربح بتاع التاجر مضاف إليه ولا ده سعر المنتج للتاجر ومضاف عليه الضرائب سعر البيع النهائي للمستهلك سعر البيع النهائي للمستهلك يجب أن يكون مكتوبا على السلع مطبوعا عليها سعر البيع النهائي للمستهلك طبعا مشمول بالضرائب كمان تمام ليه؟ عشان ما نديش فرصة كان بيحصل احتكارات وكان صحيح. التجار يجيبوا صحيح. بضائع ويخزنوها ويجي على موسم زي ده يزود الأتمام بتاعتها فالقانون بيكافح حالات الاحتكار وتخزين السلع الاستراتيجية تحديدا الهامة صحيح زي صحيح. برضو ما هو القانون استحدث النهاردة عقوبة الحبس الحبس لأي حد هيخبي سلعة استراتيجية يعني كان يجي قبل الموسم كده تلاقي واحد خبى الرز عشان يعمل زيادة في ثمن الرز صحيح. أو واحد خبى السكر أو واحد خبى الزيت صحيح. النهاردة دي بقت جرائم معاقب عليها بعقوبات الحبس يعني أي واحد هيجي على أي سلعة استراتيجية ويخبيها في المخازن بتاعته النهاردة هيتعرض للعقوبة دي
وعقوبات مش بس غرامات، غرامات بتصل ل 2 مليون جنيه، لا عقوبة حبس والغرامة ومصادرة السلع الاستراتيجية اللي هو خبها. فإذا الدولة النهاردة البرلمان سن قواعد تشريعية تحافظ على المجتمع. النهاردة حماية المستهلك الجهاز دوره ان هو يبدأ يطبق القواعد دي عشان نكافح الجشع، ما يجيش موسم على المصريين نلاقي حد احتكر سلعة معينة وترتب على احتكاره ده زيادة ثمن السلعة دي. تمام. بل ان كمان القانون ده بيكافح حالات واضحة للمشاكل اللي احنا كنا بنمر بيها، يعني بالسنوات اللي فاتت لا مشكلة في الزيت، لا مشكلة في الرز، لا مشكلة في كذا. أيوة. خلاص انا بقى عندي النهاردة منهجية واضحة، اي حد هيخبي سلعة السلعة هتتصادر، هيتعرض للحبس، هيتعرض لغرامة، خلاص ده كده معروف عقوبته، معروف عقوبته طبعا وبشدة وبقسوة، لان ما ينفعش حد يتحكم في اقوات المصريين، يعني ما ينفعش حد يستغل الموسم يعني. صحيح. طيب دكتور احمد، يعني هنرجع تاني على برضو هذا القانون ونتكلم برضو عن جهاز حماية المستهلك، والمستهلك لما يلاقي مشكلة في استرداد او استبدال سلعة، او يشوف مثلا هذه السلعة بنفس جودتها بنفس مواصفاتها في مكان تاني بسعر اقل، ممكن يشكي لمين او ممكن يقول لمين؟ برضو النقاط دي مهمة جدا، بس اسمح لي حضرتك هنتوقف ثواني مع دكتور احمد ومع كل السادة المشاهدين، نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن اسعار السلع الاستهلاكية واستهلاك المواطنين للسلع في شهر رمضان، ونرجع مرة تانية ونواصل لقاء. طبعا خلال شهر رمضان بتهيألي الظروف الاقتصاديه اللي مش احنا مش في مصر بس، اللي في العالم عايش فيها، اكيد بيخلي الواحد يبقى الوجبه بتاعته على قد اليوم. نرجع تاني لايام زمان لما كان في كذا صنف على الفطار، بتهيألي دي بقت خلاص بقت دي من الحاجات اللي حتى الاسلام بتاعنا ان هو بيتكلم على قوت يومك، المعكون معاك انت القوت لقوتك اللي هيكمل اليوم بتاعك، ده الاسلام احسنها بهذا بالموضوع دوت. اعتقد ان بعد الترشيد مهم جدا للاسره ومهم جدا للميزانيه بتاعه الاسره. هو الترشيد مطلوب في كل الحالات يعني، والترشيد ده مهم جدا، لان هو انت لما هترشدي استهلاكك هيقل، فبالتالي الضغط والضغوط اللي هي ضغوط الحياه اللي هي موجوده اللي هي المعيشيه دي هتقل. ترشيد الاستهلاك يعني لازم نقلل شويه في حته الايه العزايم والموائد والحاجات دي عشان اقضي على مشكله الارتفاع الاسعار. هو نجيب المقدور عليه يعني، مش شرط نكلف نفسنا، والشهر الصيام ده مش شهر اكل، ده شهر عباده، استحاله يكون نضيع مصاريفنا كلها في الاكل، ده صيام عشان نحس بغيرنا. طبعا لازم اول حاجه نعملها في رمضان، وده شهر الخير والبركه، بس الناس فاهمينه غلط ان هم بيجي شهر رمضان بقى كلهم يقوموا جايين وجايبين حاجات ويخزنوا ويعملوا عزومات وحاجات من دي، لا طبعا لازم ما يبقاش في كده، نقتصد ده شهر صيام وشهر خير، لازم نهتم بس بالصلاه بالصيام بالحاجات دي، و علشان بس جشع التجار يعني. في الفترة اللي زي دي بتلاقي التجار كلهم بيعلوا أسعار الحاجة والناس تجيب وتخزن حاجات وكده، وده طبعا إيه غلط. أكيد طبعا الإفراط زيادة عن اللزوم في شهر رمضان والعزومات والأكل اللي بيترمي يعني حرام، لازم الواحد يرشد الاستهلاك شوية عشان نحافظ على يعني ما نديش فرصة للتجار ان هم يعلوا الاسعار علينا وبالتالي يستغلوا الظروف دي، فنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا يعني نقلل الاستهلاك شوية. بنرجع مرة تانية، وبعد ما شفنا مع حضراتكم هذه اللقاءات شفنا يا دكتور يعني صحيح شهر رمضان شهر البركة والخير والإحسان، يمكن في بعض المواطنين هو من غير ما يشعر بيقول نقلل العزومات، يعني هو الضغوط الاقتصادية أو ارتفاع برضو السلع هيخليه بقى يفكر لا ما نعزمش، فاحنا هنا بنقول لا عايزين نعزم ونحافظ على التقاليد يعني والعادات الاجتماعية، ولكن في يعني. في الحدود، ويعني الكميات تكون مناسبة لعدد الافراد اللي هم مش من الواجهه الاجتماعيه ان احنا نرمي الاكل، يعني مش من الواجهه الاجتماعيه ان احنا نعمل اصناف كتير ونرميها، يعني مش لازم عشان اعبر لك قد ايه انا وجيه اجتماعيا ان انت تيجي عندي فتلاقيني عامل لك حاجات كتير وبعدين نرميها، احنا نعمل على قد اللي احنا محتاجينه، نتشارك، المهم نتجمع، يعني خلينا نقف عند الاهداف الاساسيه، المهم ان الناس تتجمع مع بعض، هو ده الهدف الاساسي يعني.
صحيح. طيب دكتور احمد، نرجع لقانون حمايه المستهلك وعايزين نتكلم عن جهاز حمايه المستهلك. صحيح هو هذا الجهاز موجود، ولكن يمكن صدور هذا القانون الجديد هيعطي قوه او دعم اكتر لجهاز حمايه المستهلك. الجهاز موجود وبيشتغل في مصر بقاله اكتر من 11 سنه. وكان في تشريع سابق لقانون حمايه المستهلك رقم 67 لسنه 2006، والتشريع الجديد ده استكمالا لمسيره التشريع القديم. بيدي الجهاز سلطات أكبر، بيعالج حالات ومشاكل إحنا كنا بنقابلها في الفترة السابقة. يعني خلينا نتكلم بشكل عملي بقى، إيه اللي الناس شايفاه يعني بشكل عملي واقعي. يعني قانون حماية المستهلك السابق كان بيديك الحق إن أنت تسترجعي السلع أو تستبدليها في خلال 14 يوم بدون إبداء أي عذر، طالما أنت ما غيرتيش من طبيعة السلعة دي برضو. يعني يعني أنا من حقي إن أنا اشتريت شيء معين إن أنا أقدر أرجع هذا الشيء في خلال 14 يوم طالما ما غيرتش من طبيعة الشيء اللي أنا اشتريته أي مكان، أي المنتج يعني. بدون أما أروح للتاجر، مش لازم أبديله عذر ومش لازم يبقى المنتج ده فيه عيب معين. فخلاص دي بقت قاعدة مستقرة عليها، لازم أي محل النهاردة حضرتك تقدري تسترجع السلع أو تستبدليها منه. تمام. القانون بقى المرة دي، القانون الجديد، استحدث كمان حاجة تانية. طيب كان بيحصل بعد ما يعدي ال 14 يوم ان انا اتفاجئ ان السلعة فيها مشكلة خلال اول شهر. يعني ممكن مثلا اروح اشتري جهاز تكييف وبعد ما اشتري جهاز التكييف ده في خلال مثلا 20 يوم الاقي التكييف ده عطل. صحيح. فاتصل بالمورد اللي اداني جهاز التكييف ده، اقول له انا عايز ارجع جهاز التكييف، يقول لي لا والله ده انت ندخله الصيانه وبعدين نعمل مش عارف ايه وكذا. لا، القانون ادالك الحق، القانون الجديد بقى في خلال اول شهر لو اشتريتي منتج وطلع فيه عيب في المنتج ده ان انت يا ترجعي وتاخدي فلوسك يا تستبدليه بواحد جديد. يبقى انا من حقي ايه القاعده الجديده اللي حصلت؟ لو ظهر عيب في المنتج في خلال اول شهر، اللي هي الفتره يعني الاول كنا بنقول 14 يوم، 14 يوم بدون اي عذر. 14 يوم بدون اي عذر، مش لازم يبقى المنتج سيء او في عطله او مش مناسب او كذا. انما انا بقى عندي قاعده جديده بتقول لو ظهر عطل في خلال اول شهر انا من حقي ارجع المنتج ده واخد فلوسي او استبدله بمنتج جديد. تمام. كمان في قاعده جديده اضيفت في القانون الجديد. تمام. لو ظهر في المنتج عيب في خلال مرتين في اول سنه، من حقي برضو ان انا ارجعه او استبدله بمنتج جديد. الحالات دي احنا بنكافح بيها المشاكل اللي حصلت في السنين اللي فاتت. يعني القانون القديم كان في حالة استرجاع او استبدال بس في خلال 14 يوم. القانون الجديد بيعالج المشكلة بقى لو ظهر لي عيب في المنتج ده. انا من حقي لو ظهر عيب في اول شهر ارجع المنتج او استبدله، ما يدخلش الصيانة. ومن حقي لو العيب ده اتكرر اكتر من مرتين في خلال اول سنة ان انا برضو ارجع المنتج او استبدله. فدي ضمانات جديدة المشرع المصري بيمنحها للمستهلك المصري. طيب اسمح لي حضرتك برضو دكتور أحمد، برضو معلش هو في نفس إطار الحفاظ على إمكانيات المواطن المصري. يعني زي ما أنا بقول له رشد في الاستهلاك، ما تبقاش مصرف، ما تبذرش عشان تحافظ على أموالك. صحيح. زي ما النهاردة المشرع والبرلمان بيساعد المواطن إزاي يحافظ على فلوسه. صحيح. لو اشتريت منتج حصل فيه عيب في خلال أول شهر، لا رجعه، أنا عايز أحافظ على فلوسك. تمام. لو في خلال اول سنه ظهر في المنتج ده اكتر من عيب مرتين، رجعه برضو، انا عايز احافظ على فلوسك. فهي الفكره ان انا عندي رغبه كدوله في المحافظه على مقدرات المواطن، انا بحاول احافظ على فلوس المواطن. تمام. طيب دكتور احمد، موضوع العيب برضو خصوصا يمكن في السلع او في الاجهزه الكهربائيه يعني اكتر، مين اللي يحدد العيب ده؟ عيب تصنيع ولا عيب استخدام؟ هنا برضو بتبقى مشكله كبيره قوي لما بيجي المندوب مثلا من الشركه او من المصنع يقول لا يا فندم ده عيب استخدام، اصل حضرتك الجهاز وقع، اصله مش عارفه اتكسر، اصل حاجه كده. يعني العنصر الفاصل النهارده جهاز حمايه المستهلك. جهاز حمايه المستهلك دي نقطه مهمه جدا. طبعا. لانه بيبقى فيها اختلاف ما بين برضو المستهلك اللي هو اشترى هذه السلعه وما بين المصنع. مندوب المصنع طبعا مش عايز يغلط نفسه ومش عايز يطلع نفسه ان ده عيب تصنيع. النهارده انا عندي جهاز حمايه المستهلك، هو الجهاز ده النهارده الرقيب اللي واقف ما بين ده الحكم اللي واقف ما بين المستهلك وما بين المنتج او المورد، انه يشوف فعلا العيب ده ناتج عن سوء استخدام ولا ناتج عن عيب في الصناعه. تمام. فاذا حصلت المشكله ما بين المستهلك والمورد، والمورد رفض انه يعالج المشكله للمستهلك، المستهلك عليه انه يلجا فورا لجهاز حمايه المستهلك. كويس. من خلال ارقامهم المختصره او من خلال الموقع الالكتروني بتاعهم، يعني عندهم اكتر من وسيله حضرتك تقدري تبلغيهم الشكوى بتاعتهم. وفي الحقيقه الجهاز دلوقتي بيعمل خطوات اكتر عشان يبقى قريب اكتر للناس، عشان حضرتك تقدري توصلي له بشكوتك اكتر. فيقدر يساعدك في ان انت تحلي المشكله بشكل اسرع يعني. صحيح. طيب
طيب يعني احنا يمكن اتكلمنا كده عن القانون بشكل سريع، ويعني بنأكد لكل المواطنين وكل المستهلكين انه قانون حماية المستهلك ان شاء الله هيحميهم من جشع التجار ومن كمان السلع اللي هي رديئة او السيئة. طيب نرجع مرة تانية بقى لترشيد الاستهلاك يا دكتور، واحنا في شهر رمضان في البعض عندهم مفهوم يعني قد يكون صح او قد يكون غلط، ان هم مع بداية الشهر الكريم بيشتروا كل السلع الغذائية اللي هتكفيهم طول أيام الشهر عشان يتفرغوا تماما للعبادة. فهنا برضو لما كل أسرة تشتري استهلاكها مثلا خلال 30 يوم ده هيعمل عبء على الأسواق المصرية، فهل ده صح ولا هل ده غلط؟ يعني مش عيب إن احنا لو يوم في الأسبوع مثلا نخصص ساعتين نشتري فيه طلباتنا، ده مش هيقلل من فترات العبادة ولا فترات العمل ولا يعني برضو إيه رأي حضرتك؟ أنا رأيي في الموضوع حضرتك اشتري اللي انت عايزه، اشتري مره واحده، اشتري مره كل شهر. في بعض الاسر المصريه من عادتها انها تنزل تشتري احتياجات الشهر عاده يعني في غير رمضان مره واحده، او انها تنزل تشتري مره كل اسبوع. انا ما عنديش مشكله انت هتشتري مره او كل اسبوع، المهم عندي تشتري اللي انت بتحتاجه بس، اللي انت محتاج تستهلكه بس، ما تشتريش احتياجات زياده عن اللزوم. وخاصة ان انا برضو بشجعك، انا عايزك تشتري الحاجات فريش، يعني عايزك تشتري الحاجات طازجة. بالظبط. يعني وخاصة في اللحوم وفي الخضروات وفي الحاجات، انت ليه تجيب الحاجات وتخزنها؟ ما تشتري الحاجات تبقى طازجة اكتر، ده يبقى يعني ليه قيمة غذائية اكبر يعني. أكيد هيكون أفضل لاستهلاك الأسرة المصرية من الشراء والتخزين، ده يعني اقتصاديا حتى يا دكتور مش صح متهيألي برضو يعني. أنا بص شوفي يعني ظروف الناس غير بعضها، فانا ما اقدرش ان انا اقول في نموذج معين انا عايز اعممه على كل الناس. في حد بيشتغل طول الشهر فما يقدرش مثلا يوفر من وقته غير انه ينزل مره واحده، في حد عمله وبيشتغل في ورديات مثلا فده ليه ظروف غير ظروف الظروف شغل ده. فكل واحد يكيف الامور زي ما هو شايف، ولكن انه هو بس يشتري اللي بيحتاجه اللي فعلا هيقدر يستهلكه. ما فيش داعي ان احنا نجيب حاجات زياده عن اللزوم ونعملها ونرجع نرميها في كمخلفات. طب ليه؟ ما هو انا باذي نفسي، انا بخسر فلوسي وبخسر الدوله فلوسها. طب انا ما ينفعش ان انا اعمل كده، دي مش من اخلاقيات الاسلام، يعني مش ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا اليه. صحيح. دكتور أحمد سعيد كل سنة وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة ورمضان كريم، وإن شاء الله يعني ربنا يعود علينا دايما بالخير وبالسعادة وبالأمان بإذن الله. بإذن الله. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. سعيد بحضرتك. مشاهدينا الكرام، بعد ما وصلنا لختام حلقتنا النهاردة بنتمنى بالفعل لأن كلنا يكون عندنا ثقافة